منظمات خيرية ومصارف ومحطات فضائية وأخرى إذاعية، أدوات تستخدمها إيران لبسط نفوذها في العراق منذ اليوم الأول للاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003. هو ثأر قديم يلمع في عيون جارة الشر للنيل من أصالة هذا البلد. بدأ الطهران برسم مخطط التغلغل في العراق عبر مؤسسات تعمل بغطاء ديني أو ثقافي أو اقتصادي من أجل تعزيز نفوذها وتعطيل نهوض العراق واستغلاله خدمة لمصالحها. الإحصاءات تقول إن هناك 30 مؤسسة تعمل تحت مسمى منظمات خيرية، ما يعني شراء ذمم الفقراء مقابل تقديم المساعدات العينية لهم في استغلال واضح لظروفهم، فضلاً عن تغلغل هذه المؤسسات في دور الأيتام. تمتلك أدوات إيران وميليشياتها في العراق 27 محطة فضائية و11 محطة إذاعية لبث الطائفية والاستقطاب الفئات المعدومة والفقيرة، ناهيك عن إقامة أنشطة ولائية تحت مسمى فعاليات شعرية أو أمسيات ثقافية. حتى وصل الحال ببعض هذه الفضائيات والمحطات إلى بث مسلسلات تمجد دور الحرس الثوري الإيراني خلال الحرب مع العراق في ثمانينات القرن الماضي. لطهران كذلك العديد من المؤسسات الاقتصادية التي تسعى إلى جعل البلد سوقاً مفتوحة للمنتجات الإيرانية، إضافة للاستثمار في البنوك ومكاتب الصيرفة بهدف إنعاش الاقتصاد الإيراني المنهار من جراء العقوبات الأمريكية، وإشرافها على عمليات غسيل الأموال لتمويل ميليشياتها في العراق والمنطقة. كل ذلك يتم بتعاون واضح من الحكومة الحالية التي تغض الطرف عن ممارسات إيران وأنشطتها في العراق، ما يهدد بتدمير بلاد الرافدين ومحو وتشويه تاريخها وحاضرها ومستقبلها.